يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم عاشوراء ويرغب الناس في صيامه شكراً لله، لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه. يستحب لكل مسلم ومسلمة صيام يوم قبله أو بعده مخالفة لليهود. روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله ويوما بعده.